بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير تستمر الانطلاقات والتحديات من هنا من على أرضية ميدان البصير من أقصى مسافات هذا الميدان وهي مسافة الطفاح الستة كيلومترات لسن الحيلي والزمول آخر أيام هذه المرحلة الثانية من عمر هذا السباق المحلي الرابع نسير ويسير هذا الشوط الثالث من مجموع أشواط هذا المساء ستة أشواط شهدنا الأشواط الرئيسية مع جلادة ومع عكاش بشعار بن جهويل وها نحن نخوض غمارا آخر من غمار معارك ميدان البصير ومع شوط الأفكار الثالث نسير بالصدارة بالمقدمة والمركز الأول حيث تنطلق الضبي بشعار السيد نهيان بن صالح بن محمد الوارد من يتقدم مع الضبي على الصدارة وعلى المركز الأول ننتقل إلى المركز الثاني نشوف نتابع اللي على المركز الثاني نوف بشعار السيد مبارك بن حمد بن مبارك بن هامله مع نوف على مستوى المركز الثاني بينما الانتقال إلى المركز الثالث وثالث الواصلات معنا في هذا الشوط والمنطلقات هذا شعار بن سفران من يتقدم مع جمايل بشعار السيد مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران الجحيش مع جمايل على المركز الثالث رابعا رابع المنطلقات والمتحديات هذه العماله بشعار السيد محمد بن ناصر بن سيف الماجد النعيمي من يتقدم مع العماله على مستوى المركز الرابع والمركز الخامس من نختم بها هذا النداء الاول تتقدم شواهين بالشعار السيد منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه هذا هو ايضا ختام ندائنا الاول اتممنا على مسامعكم لنعود بكم وباعيانكم وايضا بمسامعكم الى الصداره الى المركز الاول والمقدمه التي التي تحمل هذه الاسماء وهذه الشعارات هناك مع المركزين الاول والثاني السلام الصداره التي تجمع الاسمين تجمع شعار الهيضة مع شعار بن هاملة نوف وأيضا هنا على المركز الثاني هذه الضبي الضبي ونوف نوف غيرت إلى الصدارة بشعار سيد مبارك بن حمد بن مبارك بن هاملة النابت يتقدم مع نوف على الصدارة وعلى المقدمة بينما المركز الثاني المركز الثاني هذه الضبي نهيان بن صالح بن محمد الوارد مع الضبيع المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث نشوف الاسمين وضعت فارق كبير ما بينها وما بين المجموعة الخلفية ومن تقود هذه المجموعة هنا على المركز الثالث هذه العمالة بشعار سيد محمد بن ناصر بن سيف الماجد النعيمي والمركز الرابع والخامس والسادس والسابع كلها على موقعة واحدة في مكان واحد باحثة منقبة عن الناموس وعن الانتصار نشوف المركز الرابع المركز الرابع الديبة محسن بن حزام بن راشد انديل اول اذاعه للذيبه من تصلنا على مستوى المركز الرابع بينما المركز الخامس مرحبا بالمدينة سعد بن محمد بن سعد النابت المري شعار بن كخان ينطلق مع المدينة على مستوى المركز الخامس والجدير بالذكر بأنها صاحبة هذا الشوط في السباقين الماضية لم تذق طعم الهزيمة هذه الذلول اللي على المركز الخامس ونشوف الأسماء والشعارات شعار بن سفران يعود من جديد إلى دائرة النداء والإذاعة مع اندفاعة جمايل مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران آل جحيش أهل المعراض أهل السيلية يطالبونك بسلام مسائي خطير مع سن الحيل والزمول مع رقص الكبار ومتعة الرقص مع الكبار لا مثيل لها عودة إلى البداية وإلى المركز الأول بعد إتمام النداء الثاني على التوالي نعود إلى صدارة هذا الشوط وإلى شعار ابن هاملة لطالما هذا الشعار رافق المنصات دائما وأبدا شعار مقدام وشعار نوف وخير خلف لخير سلف يا أبو حمد مبارك بن حمد بن مبارك بن هامل شعار الكادي ومن لا يعرف الكادي مع المركز الأول مع نوف المركز الثاني المركز الثاني هذه الضبي الضبي على المركز الثاني تنطلق مثل الضباء بخفة الضباء وانطلاقة الضباء نهيان بن صالح بن محمد الوارد الهيضة مع المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث شعار بن نديلة مع الديبة محسن بن حزام بن راشد بن نديلة أراه يبدل المراكز مركز تلو الآخر منقبا عن هذه النقطة المركز الرابع ديروا بالكم ديروا بالكم من راعية هذا الشوط تبغي حقوقها تبغي شوطها تبغي تحافظ على هذا الشوط هذه المدينة سعد بن محمد بن سعد النابت المري وسلالة مشرف أم الزبار التي تألقت تألق جذري في هذا الموسم بالتحديد شيء أيضا سلالة بوابة وطشار وغيرها من الأسماء القوية جدا في عالم في رياضة سباقات الهجن في عالم الأصايل المركز الرابع المركز الرابع عند بن نديلة المركز الخامس شواهين العطية أهالي السيج مع المركز الخامس مع شواهين وهين هجن النجوم ونجم المضمرين منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية شعار حفلة وحفلان وفجاجة وغيرها من الأسماء وأصيل وأصيلة ودهشة وغيرها أيضا وتحفة أسماء وش نعد وش نخلي يا ابو عبد الله يا نجم المضمرين منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه راعي الضبي ايضا يتقدم مع شواهين ايضا شواهين لديها انجازات عديده وصيفتك ايضا كاس ابو ظبي البكره هذه جاء الثاني على الكاس جاء الثاني على الكاس هذه البكره معروفه شواهين اللي على المركز الخومس لكن هناك الصداره والمقدمه مع دخولنا في اجواء السرعه اجواء ينخفض فيها الأكسجين يزيد فيها الضغط مع البداية هناك الصدارة مع شواهين مع نوف نوف واسمها من ثلاثة حروف مبارك بن حمد بن مبارك بن هام لها النابت مع الصدارة والمقدمة لكن الضبي تحركت الضبي انطلقت في البداية نهيان بن صالح بن محمد الوارد والمركز الثالث عينك 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 على راعية هذا الشوط في السباقات الماضية المدينة قادمة المدينة قادمة تضع في نصب عينها الصدارة ولا غيرها يا بن كخان على المركز الثالث المركز الرابع أعطوني رقم المركز الرابع الواصلة أيضا الحاضرة والمتقدمة جلمودة سيف بن جبر بن فيصل الرمزاني النعيني والمركز الخامس عندها للسيج هناك هناك شواهين العطية والصدارة مع الضبي الضبي على البداية الضبي على المقدمة انطلقت وانطلقت نوف انطلقت نوف على المركز الثاني والمركز الثالث المدينة قادمة المدينة واصلة على مستوى المركز الثالث يا ابن كخان يا بن كخان الضبي راحت الضبي راحت سلبت الناموس انطلقت منذ بداية هذا الشوط وحتى هذه اللحظات وهي ترقص الرقص الشحاني هذا هو الرقص الشحاني الأصيل يا راعي الضبي يا راعي الظبي هيان بن صالح بن محمد الوارد راعي اعتبار راعي اعتبار راعي قطنة هذا هو أيضا مالك هذا الشعار هنيالك على هذا المال الطيب تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني اللي ما قصرت المدينه سعد بن محمد بن سعد بن كخان المركز الثالث نوف بشعار السيد مبارك بن حمد بن مبارك بن هامل المركز الرابع جلموده سيف بن جبر بن فيصل الرمزاني النعيمي بينما المركز الخامس كان من نصيب الشواهين منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام للحظات وصول الضبي الى خط النهايه 9 دقائق 33 ثانيه و38 جزء من الثانيه